تطورات الأحداث الحالية شكلت دافع وحافز للدولة المصرية للإسراع في معدل التوطين لمختلف الصناعات. بالأمس كان الحديث عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بقطاع النقل، واليوم الحديث عن التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر. الحكاية تتلخص في اجتماع عقده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات الكوارتز والرمال البيضاء في إطار تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية وزيادة القيمة المضافة، وكذا التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر. الخطوات ستبدأ بقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة آليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز للاستثمار في مجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء. وستضم هذه التجمعات الصناعية مصانع الزجاج عالي الجودة والكريستال ورمال التكسير الهيدروليكي في أبار البترول لزيادة الإنتاجية، فضلا عن إنشاء كيانات معالجة خام الكوارتز والرمال البيضاء لزيادة تركيز الخام ورفع قيمته المضافة. خليني كمان أقول لحضراتكم الرمال البيضاء لها فوائد اقتصادية كبيرة جدا كونها تدخل ضمن العديد من الصناعات، ويمكن الاستفادة منها لكي تكون مصدر مهم للدخل القومي، خاصة أنها بتتوفر في شمال سيناء وحول خليج السويس وفي الوادي الجديد، وتعد المادة الخام لعنصر السيليكون حسب التطور التكنولوجي والخام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية. طيب، هل انتبهت للمناطق التي تتوافر بها الرمال البيضاء؟ هل أدركت أنه لولا مشروعات البنية التحتية وربط سيناء بالدلتا كان سيصعب البدء في مثل هكذا مشروعات تستهدف توطين صناعات جديدة أو التعامل السريع مع الأزمات العالمية المتلاحقة؟ لا شيء يحدث صدفة. مصر تدرس وتخطط وتنفذ بوتيرة هي الأسرع، وسيشهد بذلك التاريخ.